وصلت إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء 7 طائرات من عدة دول بحمولة 120 طنا من المساعدات المتنوعة، وذلك تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. الزميل إبراهيم عزت مفد إكسترا نيوز إلى مطار العريش ينقل لنا الصورة من هناك. نحو 40 طائرة هبطت إلى مطار العريش الدولي منذ اندلاع الحرب في الأراضي الفلسطينية. عدد من الدول التي قامت بفتح جسر جوي بينها وبين جمهورية مصر العربية لإيصال مساعدتها الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. ومن بين هذه الدول هكذا كما نتابع مع حضراتكم وكما تظهر الصورة الجزائر، واحدة من بين الدول التي أرسلت نحو 4 طائرات تحمل على متنها 10 الأطنان من المساعدات الطبية والإنسانية. أيضا سنستعرض مع حضراتكم آخر المستجدات المتعلقة بإيصال المساعدات إلى هنا إلى مطار العريش. اللجنة الطبية للصليب الأحمر كانت حريصة لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، وبحسب التصريحات التي خرجت عن وزارة الصحة الفلسطينية يعاني القطاع الصحي الفلسطيني تدهورا كبيرا، لذا الأدوية كانت تحظى بأهمية كبيرة من عدد كبير من دول العالم. أما إذا انتقلنا بالصورة فسنجد في هذه اللقطات أسرة متحركة وبعض المراتب وأيضا بعض الأجهزة الطبية تحديدا من دولة تركيا التي قامت بدعم أهالي قطاع غزة بإرسال هذه المساعدات. أما هذه الشحنات الكبرى الأخيرة التي نتابعها الآن، بعض من مولدات الكهرباء أيضا قامت عدد من الدول بإرسال هذه المساعدات. بصورة عامة إذا تحدثنا عن المساعدات التي تم إرسالها من قبل عدد من الدول، نحن نتحدث عن دولة قطر التي قامت أيضا بفتح جسر جوي لإرسال عدد كبير من الطائرات، وأيضا نحن نتحدث عن تونس، فنزويلا، إلى البرازيل، إلى الدنمارك، وأيضا الكويت. جسر جوي سيستمر لمدة 5 أيام بدءا من يوم الاثنين أو على مدار 5 أيام قادمة. نتحدث أيضا عن البحرين التي قامت بدعم الأهالي في قطاع غزة تحديدا بحمولة تصل إلى 35 طن من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإغاثية. بصورة عامة الإجراءات تسير بكل سهولة ويسر داخل المطار. السلطات المصرية قامت بتوفير كافة الإجراءات اللوجستية لاستقبال هذه الطائرات وتخزين تفريغ هذه الطائرات أولا، ومن ثم تفريغها استعدادا لمغادرتها على شاحنات كبرى وقاطرات كبرى مطار العريش إلى معبر رفح البري حتى تصل إلى أهالي قطاع غزة. إبراهيم عزت، إكسترا نيوز، مطار العريش الدولي.